يا استاذ ايمن، السلام عليكم. السلام عليكم. كنا مع بعض الصبح فين؟ في لياتك ان شاء الله في المينا، وحضرت المزاد معاك. تمام. ووعدتك ان شاء الله بعد ما نطلع انت شريت هناك جمبري وايه تاني؟ هو جمبري ودراك. ودراك. قلت لك ان شاء الله بعد ما نطلع من المينا هاجي لك محلك. شرفنا. وانا انا صدقت اهو. شرفنا عمار. الله يبارك فيك. طبعا معانا يا جماعه الاستاذ مجدي، عارفينه؟ السندباد. ربنا يحسن السوق اول حاجه. مع بعض بندي الناس فكره عن الاسعار. الجمبري ده عتيبي؟ بكام؟ 200 يعني. الله ينور. والازاز نفس الحجم؟ 200. الله ينور عليك. والاقل حجما؟ 180. ده كله ب 180 يا جماعه، ازاز. وده عتيبي؟ وده برضو ابيض ده؟ ابيض. اللي هو الازاز الابيض يا جماعه. غير العتيبي اللي هو ديله محمر. ماشي معاك يا استاذ مجدي وانا غلطان؟ والازاز بتاعنا اللي هو اللون ده. وقلنا يا استاذ مجدي ان اللي عايز يعرف الجمبريه يروح يبص لايه؟ لبريء العين ولمعانها والتماسك بتاعها. بص العين عامله ازاي يا استاذ مجدي؟ يعني يا جماعه كل العين بتفضح، صح ولا غلط؟ قلنا 180 ده 200 وده 180. وشراره دي يا استاذ مجدي 70. شوي وشوي احسن حاجه. اعلى حاجه شوي عشان انا بتاكل كابوريا. الله. ليه؟ لان ده بياكل غزة على الجمبري. ولا انا غلطان؟ بالظبط. هو اغلبيه الاحمر سمك الاحمر، مرجان، النفاره، الشراره، حجي، ده كله بياكل. ده جحا. ده اللهم صل على النبي يا استاذ مجدي، الله ينور عليه. تكلم بالعرض بعد اذنك كده. ربنا يحسن سوقها. ده دراكة بتاع 4 كيلو او 3.5. دي 5. بكام ان شاء الله في المجد؟ 110. طبعا دي جزل، طاجن، جزل وشاوي وعاديه. ده سمكه جميله ممكن تتعمل من 2.5 متر. وفي ناس كمان بتشويها على الفحم، الزبده والليمونه وكاري. جريت ريقك. ها. في حجم تاني اهو عندك اهو. ده بكام بقى؟ 350. مسك لي الجامبو دي كده. ده اللي هو الوصل اللي كان طالع في الصندوق بتاع الصبح. ده بتاع الصبح، صندوق الصبح ده. ما انا حارته الناس هتشوفه هو في الصندوق. ايوه. الله الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. انا يا جماعه لما بشوف الاحجام دي بفرح قوي. صح؟ خير. ربنا يزيد الخير عليك وعلى أمة مصر كلها. بصوا يا جماعه الرجلين. وقلنا العين. بصوا العين عامله ازاي يا جماعه؟ بتبرق والله، عامله زي الماسه او اللي هي زي الاحجار الكريمه. ده كميتها بكام يا استاذ مجدي؟ ليه ناس؟ 450. ليه ناس؟ لما يجيش تاني ال 10 كيلو. ده ال 10 كيلو. مش كده؟ يعني ادينا برضه ميزان. دي تطلب 200 جرام تقريبا. 12 واحدة. 11 يعني من 10 ل 11 واحدة. ربنا يحسن سوقهم. وان شاء الله دايما لينا لقاءات، وانت بتشرفني في القناة. السلام عليكم. السلام عليكم.